سعودي عربيا يا دريميا إن مرايكن كو أقرب كذا كبحي اللي وجهها يسهل استغلال غير حوتين تدلك يمن وحنا سيدا سيري ما دحيه رئيس سردون كدركاس أهنا حبين كمدة بقرتو يدا حرير كلابدا دلو سندا بدن حلفاء هيا اللي تتن يمركي وحكم كل وريجي مدح بينها دلك مرايكن كجون بدن أيضا الله صبابيني دلكي صحف غير سعودي جها إجمال خشودي وإسرائيل سعوديان كدلين قنصليه سعودي كو تالا دالكا تركيا غارحان استانبول سندي لباكون سيديدية طوانكي سعودي عربية وحاي حرير كوارك تاميد مهيمة بلس وحاي دريميسا إن مرايكن كو أقرب كيدا كبحاي حلي عانو مالاينينو إن مرايكن كي سعودي يسو وده چيرا ووه چهيان وحانو عرقني هاليس وده چيرا أو سو وده چهدي أمانك إيا حسنوني ده قبالك أيويري أميري تركي الفيزل او كهالاي ويرادا حوتيينكتا اي كو قادان سعوديقا امير كان ايا هادال كان كوشيغي ورئيس موقالا وزيي ورغيسكا عربي نيوز او لباهي سنينتي سعوديقا ايا ماراتكو اسكو هالين ايا تدالادا امنيقا مرايكنكا ايا كا عريسان وحي واركان هو سوديقا مرايكنكو وكو سميي بلانقاد كيسي قبالكا ديبا تويين دو روانا رقني مرار بادان waxaana macquul ah in tani ay taasi qayb ka tahay gaar ahaan tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka kulolihiisa doorashada ku yiri inuu Saudiga cilaynayo waxaan laga yaabaa inuu hadda taas ka dhabaynayo ayuu yiri amirku safiirki hore ee Saudiga Washington amir Turki ayaa tiriyay go'aan dhowr ah oo qaatay Biden sida inuu xoojinayo taageerada Mareykanka ee weerarada ay xulafada Saudiga ka wadaan Yemen inuu san wali la kulmin dhaxal sugaha Saudiga Mohammed bin Salman iyo inuu habka difaaca gantaalada Mareykanka oo mar kala baxay Saudiga si kastaba Mareykanka ayaa bilihii dhawaa sara u qaaday taageerada militari uu siinayo Riyad si loo xoojiyo xiriirka Riyad sida ay sheegeen diblomaasiyiin reer galbeed ah Ameerikan ayaan wax xil ah imika ka haynin dawladda Saudiga hase yeeshee wali waa nin saameyn leh isagoo ah gudoomiyaha xarunta cilmi baadhista iyo daraasadka Islaamiga ee Buqor Faisal.